الحين يمكن اشوفك اثنين فتكفى الموضوع عندكم شيلوا الليله اليوم بس انشد على كشورك والله نعيش الواقعيه ايش الواقعيه انا والله من يوم جيت الرياض ما رقد زين ارق والله ارق سن راس سن بعد شلون يوجعني جاك ما جاني والله اني اقوم من وجع كتفص موجود عندي في السياره وشو شارك حق الاسنان يا رجال عندي كراتين حبوب حق السنون ما تفيد اخرها حطيت عويدي ورقت اي والله دول طيبين والله اني حط عويدي في سني كاب بعدين قلت بس نمت هلا ورقت في العويدي اي والله قمت ما عاد في شيء والله بس اني قمت الظهر عويديك طيب الساعه 7 حالها وقمت الساعة 12 من وجع السن وأعود وأرقد وأقوم مدري متى من وجع السن أنا أقوم من ظهري يا الله بارك لا سمح الله ظهري وساقي الله يكرمكم أنا ترى من يومي صغير سبحان الله رجليني توجعني كان حتى تسعرني سعر يوم كنت صغير أذكر أن أمي حتى ودتني المرأة في الخرج عين لا لا أو يوم كنت صغير ولا كان عمري وقتها 6 سنوات 7 سنوات ما أنسى أنت ما شاء الله كل شيء فيك مقبول إلا الصناد شوف كيف والله أمس حطمني خوي ماني بعيد منه ترى حولها أمس حطمني ماجد بن نادر قال ميدي يا ولد كان جبهة كبيرة وأنا أصور له قلت الله يجعلها في صبة وجهك المهم والله العظيم يا حمد ما مديها تمسك بطني قالت أنت رجلك توجعك قلت إيه قالت شل اللوز الروماتيزم ما أدري إيه قالت شل اللوز قلت اشتغل اللوز اللوز هنا ورجلي هنا ينزل صديد قالت عندك مشكلة في رجلينك وتسعرك من سبة اللوز صح شليته أقسم بالله من أول ما شليته ما عاد صارت توجع صح شليت اللوز كله إيه لأن الروماتيزم ما عاد يوجع إيه الصديد بس ولا قطع وارد أنا وصار يوم سويت عمليتي جاني نزيف في العملية لا شفت فأضطر الدكتور يكوي حلقي عشان يوقف الدم الله يكرمكم المهم طلعت من العملية ما عاد قابلت الدكتور أول ما فقت جابت قال أمورك زينة وتقدر تطلع بكرة ومن ذا الكلام وراح ما عاد شفته يا ولد أنا أول ما قمت ما في شيء البنج عادة يوم طلعت البيت أقسم بالله هنا الكلام ما تقدر تتكلم ما تقدر ما أقدر أتكلم موية ما أقدر أزلط الماء ما يمديك تشرب ما يمديني أشربه الآيس كريم اللي كنت مستمتع أسوي العملية عشان أكله ما عاد صرت أقدر أكله ما أزلط جلست يمكن شهرين على هذه الحالة والصوت يتغير المهم وأعود لا أنا كنت ناشطة عشان كان صوتي زين فهمت فكنت أسأل أقول ميدا إذا سويت العملية بيخرب ولا لا قال لا والله المهم وأروح للدكتور عقبها 6 أيام 7 أيام والله أني أذكر أمي كانت تشربني المضاد وتقول ميدي أنت ما أقدر أشربها تقول ميدي إخوانكم سووها عندي إخوان 2 أصغر مني سووها منصور بدري منصور دي كانت ما سووا زيك أنت وش فيك ما كانوا يجحهم مستمتعين ما دروا أنك ماكوي ما درينا ما يمديني أرجع المراجع قلت لي دكتور أنت تقول اشرب عصير برتقال بارد واشرب ذا وأنا حلقي يحرقني قال أنت حسن قلت لي كانوا نسينا نعلمك إن إحنا كاوين حلقك جايك نزيف قلت الله لا يوفقك صبت وجهك بعده والله يجعله في صبت وجهك والله العظيم أمي تكلم وأبوي يكلم يا اللي فيك ما يخطيك والله العظيم عيالنا أسوأ شهرين مرت علي في حياتي كم ودي أشيله بس ما عاد يمشي له الحين ده فيه كاوي وفيه لا ما مو بشرط يكويها هو أنا تعبت العملية وجاني نزيف هو ترى يروح لكن بعض الأحيان يكون سبب وجوده إيش فوائده وإيش أضراره فوائده ما أدري يقول مناعة لكن بعض الأحيان يكون وجوده ضرره أكبر من يعني هو لو 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 ما منه فائدة ما مو موجود شوف بقول لك شيء كل شيء له فائدة في الجسم على ضررها أكبر من وجودها أول شيء المناعة قلبها إيه لما مناعتك تتعب على طول فلازم تشلها غير كذا الاحتقان لا أنا ما تعب الحمد لله الاحتقان أوه دايم الاحتقان هو السبب حتى ما يخليك مرات تاكل وتظلم يجيك وجع من هنا أنا أكثر شيء في حياتي واجهته وتعبني سنون أكثر شيء من يوم عندي بزر والله إني من خابر من عندي بزر لا ساعتك دي وأنا سنوي توجع تخاف من الدكتور حقها وأخاف من الدكتور ولا داني البنت لأن أنا كان أذل 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 من الدكتور الإبرة أشوف أذل منها لا غزها وذا خلاص عادي يوم جي تسوي كان عندي كان مركب تقويم أنا كسرته يوم كسرته انكسر سني ذا أسألك بالله انكسر سني هذا فوش صرت يوم انكسر هذا قمت ألعب فيه انكسر كامل طاح إيه قالوا هذا تركيب يعني قالوا ما عاد فيه هاي كلها تزويش قالوا ما عاد فيه ما عاد نقدر نركب لك لازم زراعة قلت يلا
المهم هو يسوي زراعه. تدري وين الابره اللي حطوها؟ ابرتين بنج. وين حطوها؟ وين؟ هنا في الجمر. اي اكيد لازم يخدره كامل. يا انا خابر احنا داخل اي في اللثه اي هنا زين يوم في الجمر بغيت اموت والله اني بغيت اموت. قمت اشبح الدكتور ما اقدر اسولف. اكيد وانت ترى يقول لك كيف حالك ما عاد اقدر اسولف. اصيح اصيح وعقب وقفت من الصياح خلاص ايست انا ميت ميت خلاص خليه يشتغل يدخل الدريل يحفر لين جاهنا وعقبه مسمار وزرعه اي وزرعه بنفس اليوم. لا لا حط مسمار وخيط اخذت ثلاث شهور يو خياطه اي خيط اللثه اخذت ثلاث شهور وجاء وخرقه مره ثانيه وركب ذا عقب ثلاث شهور. بعض الدكاتره زي كذا يجيك ما له علم ولا شيء لا والله بس انها انا قطعت لي في دكتور حسبي الله عليه والله صادق انه كان يا اخي كان يعذبنا يا اخي كان ما يحط بنج كان يقول له امورك بسيطه ما ادري ايش ويا يعني يحطون كلوركس ها يحطون كلوركس وانا اقول في طعم كلوركس والله العظيم والله انه صادق هذا البنج قبل لا اجي كان سني هذا جيت دكتوره وسويتها حطت طعم كلوركس ما ادري ايش الطعم الغريب واجي من نعري على الرياض شوف من نعري على الرياض واخذ لي يوم كامل البنج عاد احس فيه البنج اخوك يا اصلي وافتح بعد وين شدم قال كلوركس انت بس ما يفارق كنت حتى في ما شاء الله لا هاي مرحبا يا ابو حمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم 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 لا عيونك اللي ما يصير يا مرحبا ومسهلا اجيب النجمة لو بالك تصورها خير الله يسلمك علوم أقبلت يا من تخافك جنابيها أقبلها تعال جبراس 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 ها واجي تعال تعال حمد فاجر نرجع عافيك ايش حالك يلا حيا الله يبيك كيف الحال طيب وعافيك حيا كيف النوم معك ابو حمد النوم كيف ماله امك طيبه اي بسم الله يا تدري النوم ما خلق العلم الذيابه وعلوم الا مدري ايش صح سقلت اسقلك صح عليك اسمع اسمع هذا الثنتين وانا قاطع واردك اسلم على موضوع الجبلة فيه انا كانت عندي انحراف خشمي عندي كسر كسرت والله ما كنت اتحولوش وانا صغير اخذ اخي محمد اللعبه ونطلها في خشمي وكسرها المهم ما اتخيل اني ما اتنفس من خشمي من عمري 8 سنوات لين ما وصل عمري 18 سنه لا 10 سنوات خشمك وانت نسمع من ثمي المهم يجي ما تلعب كوره ما لا العب بس ما عاد اقدر اتنفس وقتها اتعب المهم ويوم كنت بولا ثانوي اروح للدكتور قبل 3 سنوات ما ادري 4 اروح للدكتور قال ما يدي الدكتور انا الحين ادخلك غرفه العمليات راضي بس وقع لي على الورقه هذه قلت ليه قال انت كيف جلست 10 سنوات عشر سنه قال ما يدي هذا رقم جوالي اعطاني رقم جواله ما اعطاني رقم المنسق قال اخذ رقم جوالي كلم أهلك إذا تممت العملية كلمني قلت تم المهم كان وقتها عمري 16 سنة رحت أعلم إبي موافق إبي قال يسوها ليه لأن الدكتور قال احتمال لو أنت راقد بأي لحظة ما عاد تنفس تموت والله العظيم إني صادق أقول نذر بالله ما عاد أرقد والله غير كذا قال ميدي عمرك 16 سنة احتمال البنج يوقف قلبك من قوته من قوته البوي. رب البيت هذا مهبول الدكتور لا صادق يعلم كيف يتكلم معك بهذا يعلمني يعلم ابوه لا يعلمني لان عمري 16 والعمليه الاساس يسوونها وعمرهم 18 المفروض يعلم ابوه بس يعلمني وقتها انا كنت رايح لحالي انت بتخاف انت اي انا ما انا عادي عندي انا كنت وقتها اقول ابي اتنفس بس ما همني اي شيء حيات مت ما عاد اقدر امي ترفض قالت والله ما تسويها لما يجي عمرك 18 المهم ويجي عمري 18 سنه أقسم بالله أني سويت العملية كانت أسوأ عملية سويتها في حياتي لدرجة أني ذاك اليوم ما مبين الكسر ولا شيء مرة أي سويت العملية أنا كان عندي كسر انحراف لدرجة أني عيوني تدمع شفت بدون أي سبب ومن قوة ما أني ما أتنفس وباخر فترة بدأت ترجع لي الحالة عندي شو يسمونه جيوبا فيها ولك طواردك ليش انحراف هل الخشم هو وزن العين؟ أكيد يعني. تدري ليش؟ المنطقة هذه شوف حساسة حساسة مرة أنا يوم قال لي انحراف وخشمه منكسر تني هل العين مرتبطة بالخشم؟ أكيد لا إله إلا وإذا أجل ما بالك إن العين مرتبط بالجسم هذا أعرفها إيه؟ بس والعين مرتبطة بالجسم بعد
شد لا إله إلا الله يا رجل والله عظيم يا عيال. المهم وسوي عملية ويشق خشمي من هنا شقه؟ إيه شقه يفك نصين صح؟ شقه كيف؟ أنا والله شوف ما حبيت إني أشوف مقطع وهو مسوي العملية. مصور مقطع؟ لا لا ما حبيت أشوف مقطع كيف ما أدخل. جينا بسوق القرية جينا